السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد سعيد من قناة تأسيس بدون تعقيد، وده إن شاء الله هنشرح النهاردة أول درس في منهج الرياضيات للصف الثالث الابتدائي. رياضيات، الدرس بيتكلم عن الدرس الأول الأنماط. طبعاً إحنا عارفين المنهج الجديد، هو الشرح هيكون كتاب الأضواء بتاع الرياضيات، تمام؟ يعني حابب طالما أنا طلعت وشرحت يعني نحب نقول نبذة على الكتاب. الكتاب هنا جايب شوية استفسارات طفل بيشوف انت تقيس مهارات ابنك، بيقول لك ابنك ده اسأله تعلم بشكل افضل. انت هتعلم بشكل افضل امتى؟ لما ترى ولا تسمع ولا تلعب. شوف ميول ابنك ايه، بيقول له احب ان اقوم بعملي بمفردي ولا مع اصدقائي، احب الهدوء ولا احب الدوشة والصخب، عندما اتعلم كلمات جديدة اكتبها بالقلم ولا ابنيها بالمكعبات ولا اتهجها بصوت عالي. طبعا لازم الاثنين، خد بالك من المهارات دي. أحب كتابة الأرقام ولا أعد الأرقام بصوت عالي؟ أنا أستمتع بوصف المزيد من تفاصيل كتاباتي ورسوماتي، فرحان ولا مش فرحان؟ في الفصل نشاطي المفضل هو الرسم، الكتابة، سماع الأغاني، ألغاز ومكعبات. فالكتاب عامل حاجة ممتازة جدا جدا، وبعرفك بعد كده ابنك لو اختار إيه يبقى هو إيه، ما اختارش إيه يبقى هو إيه. بعد كده جايب أول درس عندي الأنماط. المنهج زي ما هو، لكن طريقة عرض المحتوى اتغيرت. الكتب كلها بتجتهد وبتتعب عشان تحط محتوى كويس يرضي الناس. الدرس النهارده بيتكلم عن الانماط، ركز معايا، هنقول في كلمتين ونخلص عشان المنهج مش محتاج دش، انت مش محتاج دش، منهج طويل. ايه هي الانماط؟ الانماط هو تسلسل ليه اما صور يا اما ارقام يا اما رموز. يعني نمط، نمط مثلا انت بتروح التمرين سبت 2 4، سبت 2 4، سبت 2 4، فمش محتاج تسأل الكابتن كل يوم يا مس يا كابتن هي التمرين المره الجايه امتى. انت عارف اصلا انت بتروح سبت واثنين واربع وحد وثلاث وخميس، ما بتروحش. ده اسمه نمط. انت بدايركت يوم السبت بتجهز نفسك تروح تدريب، يوم الاثنين بتروح التدريب، يوم الخميس بتروح التدريب. ايه اللي عرفك الايام دي ان في نمط انت ماشي عليه؟ وليكن احنا واقفين في الطابور وجبنا اطفال نوقفهم، فقلنا هنوقف واحد من الصف الاول وواحد من وراه من الصف الخامس، واحد من الصف الاول وراه واحد من الصف الخامس، تمام؟ وجبت اي طفل قلت له تعالى كمل مكاني عشان انا رايح مثلا اشرب. فالطفل دايركت مش عايز ذكاء، هيجيب واحد من اولى حط ورا واحد من خمسه. واحد ليه؟ ايه اللي عرف الطفل؟ هي مش دي شغله المدرس، لا ده نمط. فالنمط تكرار لمجموعه من الرموز او الارقام او الرسومات. عندي ثلاث انواع من الانماط: نمط عددي، ونمط بصري، والنمط الثالث نمط النقاط. تاني، النمط هو ايه؟ تكرار لمجموعة من الرموز والأرقام. طيب نمط عددي، لو انا قلت لك واحد ثلاثة خمسة سبعة، كمل انت بقى. طبعا انت مش هتعرف تحل او تحط اي رقم الا ما تكتشف النمط. discover the pattern، يعني تكتشف النمط. يعني اكتشف، اشوف هو بيعمل ايه واعمل زيه وامشي وراه. المستر او المدرس لما وقف الطابور واحد من اولى وخمسه، انا شفت عمل ايه فكملت وراه. هنا بيعمل ايه؟ واحد ثلاثة خمسة، وهو بياخد الاعداد الفردية بينط بمقدار اثنين، يبقى واحد ثلاثة خمسة سبعة، يبقى انا هنط انا كمان، هزود اثنين سبعة تسعة 11 بعدين 13، يبقى أنا هنا اكتشفت النمط. طيب جاب لي مثال تاني، قال لي 90 80 70 نقط 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 نقط، برضه مش هقدر أحل إلا لما اكتشف النمط. دي كام؟ 90، ودي كام؟ 80، ودي كام؟ 70. بيعمل إيه؟ بينزل بمقدار 10، يبقى أنا هنزل من آخر رقم 10. كام؟ دي هتبقى 60 ها 50 ها 40 ها 30. سهلة جدا جدا جدا. طيب مسألة تانية، خمسة 15 25 نقط نقط نقط، بقول لك أكمل بنفس النمط. أنا هنا مش عارف هو عمل إيه، تبقى صعبة شوية. هنا بعمل إيه؟ هنا زود 10 وهنا زود 10، يبقى أنا آخر رقم هزود عليه 10، 25 و10 هتبقى كام؟ 35، 35 و10 تبقى 45، 45 و10 55. هي ده اول نوع من انماط، النمط الايه؟
العدد. طب النمط البصري هو تكرار لمجموعة من الرسومات، وليكن يقول لك أكمل بنفس النمط، دايرة مثلث، دايرة مثلث، دايرة مثلث، قول لك كمل يا حبيبي كده. هو بيعمل إيه؟ بيحط دايرة مثلث، دايرة مثلث، دايرة مثلث، والله أقول له أنا كمان هعمل زيك، دايرة مثلث، دايرة مثلث، دايرة مثلث. طيب ها هنا بيقول لي دايرة مربع مستطيل ودايرة مربع مستطيل، بيقول لي أكمل بنفس النمط، والله هو هقول له هعمل زيك، أنت عملت دايرة مربع مستطيل، دايرة مربع مستطيل، أنا هعمل زيك، دايرة مربع مستطيل، دايرة مربع مستطيل. ده النمط البصري، رموز وأنا بكمل وراها. طيب النقاط هو أحد أنواع الأنماط التي تعتمد على ملاحظة عدد النقاط، وليكن هنا نقطة، اتنين، تلات نقاط، أربع نقاط، وبقول لي اكتشف النمط، بيعمل إيه هو هنا؟ هنا زود واحد، عمال يزود واحد، يزود واحد، يزود واحد، يزود واحد، يبقى النمط هنا بيزود دايرة واحد، لو قال لي كمل هقول له والله عادي أكمل جدا جدا، هزود على اللي أنت عملته واحدة، 1 أو 1 2 3 4 5 6، تمام؟ هو ده أنواع الأنماط بطريقة سريعة جدا جدا جدا، يا إما عددي يا إما رقمي، يا إما عددي يا إما بصري اللي هو رسومات، يا إما يكون بالنقاط زي ما أنت شايف، يا إما يزود واحد، يزود اتنين، يزود تلاتة، أنت هتكتشف النمط وتكمل إن شاء الله. الدرس التاني هيكون التمثيل بياني بالأعمدة. ما تنسوش تسألوا إن شاء الله عن 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 منهج جريد 3 سواء إنجلش أو عربي أو ماث أو رياضيات، هيبدأ إن شاء الله 15/8 بإذن الله، شرح أونلاين وواجبات ومتابعة. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.